يوم جديد وفلوس جديد اصحاب الثيال بالحرام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، اخباركم جميعا ان شاء الله طيبين. اليوم كل شيء بسرعه، اليوم كل شيء احمد. رحنا النادي تمرنا الحمد لله. على طول بعدها رجعت البيت سبحت. لحظة، لما أقول كلمة سبحت، كثير من المتابعين من تونس، الجزائر، المغرب يقولون ليه ثنيان يقول سبحت؟ يعني راح يستغفر؟ الله استغفر الله سبحت. لا، يقول سبحت يعني تروشت، يعني تحممت كذا يعني سبحت. طلبت هذا شيء جديد لأول مرة، أصغر من اللي دائما. تراك من ألف تطلب أشياء جديدة، لازم مغامرة. قول لي والحين هذا مغامرة لازم. شف 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 عزيز، طلب نفس اللي دائما. وين بس؟ انتظر شوي. الحمد لله يا رب خلصت اكل، كنت شوي جوعان الحمد لله. تعرف دخلنا محل العاب. تعال تعال عزيز، تعزم والله نسوي حرب. تعال تعال شوف، تعال تعال هلاد. هلا والله، فرحتين، شو اخبارك؟ كيف سكسودك؟ كيف سكسودك؟ مين حلق لك؟ هاني ليه كذا؟ يا دنا لا تحطني جنب العاب، والله اني ترى ارجع طفولك. يلا يلا مشينا حرب نسوي. كل واحد يكون معاه واحد. هذا خلاط يا ولد. والله خلاط والله. هذا حقين فيديو جيم يعرفون ايش معناه خلاط. ناخذ هذه ونسوي حرب. كريك بيز هذا. لو حبينا بطاقات كل الألعاب هنا. لا تشتري هذه، تبغى تجمعهم. يوغيو بوكيمون كلهم هنا. تشتري هذا عشان ترتبهم، تعرضهم هنا. شوف هنا، لأن يحبون الهوكي ففي بطاقات عن لاعبين الهوكي. بوكيمون كل البطاقات يا ولد. وش فيك؟ حصلت شيء أقوى. قول هذا في بطاريات عزيز. في ماكينة جوا. شكلها تعشيق والله. بنسوي فيديو خاص على القناة الثانية حرب. شوف هذا أنا بعد العيد إن شاء الله. الله يستر عليكم كرش ما يكون حظر. هلا ابوي، ايش الاشياء هذه؟ احلى من وصل والله كثير. جات الشرطه جات. طيب يا جماعه، كل هذه الاشياء جات من البريد. يا مرحبتين. تعال هنا. طيب يا جماعه، حاليا باذن الله راح نشوف الاشياء اللي جات من البريد. بسم الله، زي ما تشوفون دخلنا على اجواء جميله، صرنا اخيرا نشوف الشمس. يعني اول ايش كنتوا تشوفون؟ زحل. طيب الرساله الاولى من البنك اهرب، والرساله الثانيه مو بلنا، ظاهر العائله اللي فوق خلنا رساله بالغلط. وهذه اشياء تقول راح خذها من دي اتش ال. عندنا شيئين من دي اتش ال، شوفوا كيف الاخلاق. يعتذرون، يقولون اسفين، احنا فقدناك، فقدتوني. كمل. هذه من الاردن، من عبد الله مساعد. تحيه لاهل الاردن. لازم واحد دي جي وراي هناك اقول تحيه لاهل الاردن. نعم. طيب عبد الله ارسل لنا على الايميل وان شاء الله راح نساعدك. بعض الاشياء لازم نعرف تفاصيلها عشان ما نستعجل وبعدين مين اللي سوى كذا. تنيام، هذا اغرب شيء، من خوينا الصيني. صيني وحشنا والله. شو ايش راسل يا جماعه؟ والله يرسل اشياء غريبه، انا مو فاهم، ما في رساله داخل ولا شيء. راسل هذه الاشياء عرفتوها اللي يسحبونها، بس هذه تنفع تعرفون حق ايش؟ حق الاسلاك، اللي يبغى يرتب الاسلاك هذه تنفع له. دقيقه اطلع كيف يقولون شكرا بالصيني. شيه 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 شيه. بس من اليوم نقول له شكرا بالصيني. بفلوق رقم 500 بصير نتكلم صيني. دائما نفتح بدون ما نتوقع. كنا حلويات. سكينة لما سميناها جبناها ولا استخدمناها. اها، هذه فقرة كيس داخل كيس. مفتوح. شوف كيف يوصل من بريد. لكن نعذرهم لان يرمون الاشياء كذا. اشوف طلب مين هذا؟ تفضل. جاتنا فيتامينات. تعال ثنيان، بس بقول شيء واحد. مره اتكلم بالفلوقات انه في قطعه ناقصه وراح تنفعنا، شوي اللي شوف البريد موجوده القطعه. مره قلت كل مره الكاميرا تطيح الا شفت في البريد احد مرسل كفر للكاميرا، وغير الاشياء اللي تيجي تساعد المونتاج، يعني زي الهارد ديسك، زي ستاند حق الكاميرا. فحس كذا كانكم معاي وتحاولون تساعدوني. شكرا والله مليون اصحاب ثنيان. اللي بعده
وصلنا طقم اسود ان شاء الله راح نلبسه في الحلقات الجايه. اها صح قبل ما نبدا نرتب الاشياء هذه اليوم عندنا ومن زمان عن هذه الفقره صح اننا ساكنين في بيت بس نخليها على اسمها يوم شقه هذا اصغر شيء في اليوم كلها ادويه وبعد جاتنا ملابس الله لبس رياضي ملابس اول ما يسوونها لها ريحه معينه اكيد لها ريحه معينه لابس اقصد كل ملابس نفس الريحه انتوا تعالوا هنا عشان نرميكم بالبار اوه بلوفر اها من خوينا الصيني الحين تلقى شيء كذا صغير اي والله اني داري شنطه صغيره بلوفر الفضاء الله طيب باقي اخر شيء واللي هو هذا انا طلبته من امازون طيب ايش اضاءه فين راحت خلينا نفتح نشوف قول بسم الله نشوف الاضاءه اها نظام كرتون داخل كرتون هذه الاضاءه اللي شريناها كذا يكون خلصنا فاحنا عندنا حاليا يوم شقة يعني لازم ننظف كل شيء يوم بس واحد في الاسبوع خصصه شوف اغراض اللي في الثلاجة اشياء منتهي تاريخها اشياء ما تحتاجها ارميها اشياء تحتاجها تبغاها من البقالة سجلها على ورقة شوف الاشياء على الرف بعض الحين تحط اوراق ما تحتاجها تحط اشياء بس زي كذا شيل هذه وارميها شيل كيس الزبالة وانت بكرامة تحط عند الباب وترميه نظف البيت غسل الملابس بس يوم في الاسبوع خلي لك كذا صدقني بترتاح هذه نصيحة مني لكم خصوصا الاشخاص المبتعثين اشوف كثير يرسلوا لي على سناب يوم شقة ينظفون تحية لكم والله طيب يا جماعة بناخذ ستوب وبنسوي للعشاء كبسة تونة كبسة ايش؟ كبسة تونة اسهل شيء كبسة تونة اذا واحد يبغى يتعلم عن الكبسات ابدا بالتونة لا اذا تبغى نصيحة اول شيء تعلم تسوي رز ابيض اذا عرفت كيف تسوي رز ابيض انت تعرف تسوي كل شيء خليها 10 دقائق نقول بسم الله ونشوف يا سلام وهذه كبسة التونة جاهزة وهذا هو العشاء يكون جاهز كبسة التونة خيار وطماطم لبن وبالعافية عليك جمعنا الكراتين هنا ونتعشى ونخلص وبعدين نكمل شو يا جماعة كذا يكون خلصنا يوم واحد بالاسبوع بس خصصناه وجلسنا في البيت نظفنا كل شيء كذا يا اخي انت ترتاح نفسيا والحين احنا داخلين على شهر جديد شهر مي وحطينا اهداف لهذا الشهر الهدف الاول ان نخسر 6 كيلو صح ممكن البعض يقول لا كثير 6 كيلو لكن لان رمضان جاي واحنا بنشتغل ان شاء الله قدها والهدف الثاني نرفع 23 فيديو وباذن الله قدها والهدف الثالث ان مهما اشتغلنا في اي يوم في رمضان رحنا النادي وتعبنا ما نفطر ما تحط عذر وتقول لا والله اليوم تعبان كمل صيام يا ذيب عندنا هدف ولازم نسويه طبعا وكالعادة سوينا جدول هنا ترتب فيه الأمور وهنا تتذكر أهدافك كل شهر كذا إن شاء الله في شهر ماي ما يكون عندنا أي عذر وهنا الأغراض كثيرة أتوقع يبغى لنا واحدة ثانية زي كذا ونحطها هنا فبكذا نوزع الأغراض اللي هنا والأغراض اللي هنا ونحطها فيها دقيقة لحظة بقول لكم شيء الأغلب لما يشوف الفلوقات توقع المكان كبير لكن لما يجي يدخل هنا ينصدم يقول والله أصغر كثير من الفلوق أشوفه بوريكم وقف هنا خطوة اللي وصلت عندكم فالمكان جدا ضيق بس ما ادري ليش بالكاميرا يطلع كبير المهم يا جماعة بما انه يوم الاحد ويوم الترتيب وجلسة في البيت فلما رتبنا وشفنا الاغراض شوفوا انا اكثر شخص يطلع من المحل وحصل التاج موجود هذا واحد هنا وهذا الثاني هنا لما قلت في سناب الكل يقول ثنيان روح ارجع المحل هذا شريناه من السعودية يعني انتظر وهذا الاخير موجود هنا يعني بس تلبسه تطلع تمشي فيه الذيب اي محل تدخله يرن الجهاز تعال 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 فلازم المرة الجاية قبل ما اطلع من اي محل شوف ندور بس الشيء الغريب شوفوا هذا مكتوب انتبه اذا حاولت تفتحه يعني تكسره في حبر داخل ممكن يجي عليك ويسبب لك اضرار حاطين تحذير شيء غريب جرب نفتحه فبدنا اللاب في الفلوق الجاي بنشوف ناخذهم ونوديهم المحلات بنشوف يشيلون التاج ولا لا خاف بعضهم يقولون لا انت شكلك سرقت فبنشوف هذول بنخليهم حق الفلوق الجاي وهذا الوالده اعطتني اياه قبل ما اسافر وجه لها الف تحيه وقول لها يعطيها العافيه هذا عباره عن نور تحطه عند الباب بما ان احنا لما نجي ندخل هنا المكان ظلام ما في انوار فهذا في حساسات لما احد يمر ينور بتعرف ان احد جاي وينور لك الطريق نقول له شكرا مليون باذن الله راح نركبه ونشوف كيف ما بعد يقول لك تقدر تستعمله داخل حمامة الكرامة حلو كذا تمنا مورنا نبدا الشهر تمام صح شكرا خير لكم دخلنا على 2,800,000 شكرا مليون اصحاب اثنين وبقى 200,000 على 3,000,000 ومتأكد بإذن الله راح نوصلها قريب وإذا وصلناها راح نسوي شيء بعد بنحاول نوصلها في العيد أي شخص تعرفه مو مشترك في القناة شخص مو من أصحاب ثنيان
ولا شوف الديب القناة اشترك فيها، وبإذن الله ما يجي للعيد إلا تكون فرحتنا فرحتين. طيب اسحب ثنيان من هنا، راح ينهي الفلوق، يعطيكم الف عافية على المشاهدة. كان يوم خفيف ولطيف، داخل الشقة، داخل الشقة اشتقت الشقة شكلك، قلت اصوره ووريكم يوم الشقة. وبإذن الله بفلوق الجاي عزيز كلمني وقال لي يبغى يروح النادي معي، يعني عزيز بيتمرن معانا، نشوف جوش بيسوي له. وسؤال يوم يقول متى تتوقع بالضبط بنوصل 3 مليون؟ اكتب توقعاتكم تحت في الكومنتات بنشوف مين يجيبها صح. كما معكم ثنيان خالد، خليكم دائما سليم ايجابيين ولا تخلون شيء يضايقكم ابدا، والسلام عليكم. والديس صار لي دين امك يا شيخ، يو جاد ات مان. شوف وانا جالس اصور الاشتراكات جالسه تزيد، شوف كم صار هذا بدقائق بس. الله يسعدكم والله.